أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل والفقرة الثالثة والأخيرة من هذه الحلقة، هنتكلم فيها عن اختيار الأضحية. إيه الصفات اللي المفروض تكون موجودة في الأضحية بتاعتي علشان أختارها وتكون أضحية سليمة خالية من الأمراض؟ لأن طبعا نحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. سعدني أن أرحب بضيفي في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور سعيد كمال، الأستاذ معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك يا دكتور سعيد. الله يخليك، سعيدنا حضرتك معي. والله أنا أسعد يا فندم، ربنا يحفظك. طبعا في البداية كل سنة والشعب المصري وهو طيب بمناسبة عيد الأضحى والعالم الإسلامي خاصة. في البداية أحب أنوه على أن المعمل المرجعي لفحوص الأغذية الممثل لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، هذا المعمل حاصل على أحسن معمل على مستوى أفريقيا في فحوص الأغذية، وهذا المعمل المنوط به فحص الأغذية، والأغذية دي اللي هي المصدرة للخارج والواردة اللي هي من أصل حيواني. أيوة تمام. حتى كل جميع أنواع الأغذية المصدرة والواردة واللي موجودة في السوق المحلي والضبط واللي عن طريق الضبطيات القضائية. طبعا بنعمل فحوص صلاحية وفحوصات خاصة بالبقايا الضرف. ثانيا طبعا احنا في الموضوع النهاردة احنا عايزين نقدم يعني صورة مبسطة ازاي نختار الأضحية السليمة الخالية من العيوب. يعني انا كمواطن مصري رايح اشتري خروف الأضحية بتاعي، ايه الصفات وازاي اختاره؟ اولا انا داخل السوق احب يعني انوه برضو على ان المواطنين اللي داخلين يشتروا ان هم يتبعوا الاجراءات الوقائيه الاحترازيه. احنا طبعا في موضوع كورونا احنا برضو لازم نبقى لابسين الكمامات، احنا داخلين سوق في بشر كتير، عمليه تجمع في الحاله دي لازم ناخد بالنا من النقطه دي. اولا لما اروح الاسواق عشان اشتري الخروف يهمني جدا اشوف شويه صفات في الاضحيه او الذبيحه اللي انا بقدمها تقربا لربنا. خليني في المكان الاول يا دكتور سعيد، يعني انا اشتري الخروف بتاعي منين؟ هل اشتريه من السريح اللي هم في الشوارع اللي احنا بنشوف، معلش يعني لان احنا بنشوف المناظر دي كلها اللي هم يعني الاغنام والماعز بياكلوا من القمامه، انا اشتري من الناس دي ولا اعمل؟ لا، اولا طبعا وزاره الزراعه طبعا قايمه بدور كبير في توفير منافذ لبيع الخراف والمواشي، وما شاء الله على مستوى الجمهوريه وباسعار اقل من العام الماضي، والشوادر موجوده يبقى نحاول نشتري من المنافذ الحكوميه المعتمده، سواء كان منافذ وزاره الزراعه او وزاره التموين، اي منفذ حكومي معتمد اشتري منه. ليه بقى؟ لان هو عليه اشراف بيطري، اشراف بيطري على هذه الاضاحي، واحنا بنشتري حاجه نظيفه وحاجه سليمه. انما ما نشتريش من الباعه الجائلين. ليه؟ لان معظم الباعه الجائلين دول تقريبا التغذيه بتاعتهم على القمام، يعني بيبقى ماشيين في الشوارع بياكلوا كمان، ده بيبقى ليه طبعا مردود سيء على جوده اللحوم. ده بالنسبه للمكان. لو انا مثلا نزلت مصدر، احنا لازم يكون المصدر ده موثوق فيه، مش اي مصدر، يعني منافس وزاره الزراعه ده مصدر موثوق فيه، في برضو مزارع خاصه برضو موثوق فيها. لما اروح اشتري اولا اشوف الخروف نشيط الحركه، ما يخليش البائع يمسك الخروف يرفعه لي فوق، سيب الخروف حركته ايه نشيط. ممكن لو قدمت له اي حاجه يبقى فيه اقبال على الاكل. من ده احنا بنقول عليه الفحص بالنظر. نبص على الهيكل بتاعه، الرقبه الرقبه طبعا تكون مليانه، الظهر يكون مستوي، القوائم قويه، نشد الصوف يعني صعب ان هو يتشد، لان طبعا لو الذبيحة اللي هي التعبانة أو المريضة لو شديت الصوف بيقع منها.
يعني سهل ان هو يطلع في ايدك. دي حاجه. الحاجه الثانيه عمليه ان مفيش اي افرازات على من العينين، افرازات من الانف، مفيش كحه، مفيش هزال. وعشان كده احنا بنقول الذبيحه دي اللي احنا او الاضحيه اللي احنا بنقدمها لربنا تقربا لازم تكون خاليه من العيوب، هزال، ضعيفه، ما يكونش فيها عرج، عرج، عور، حمى. دي من الاختيارات اللي هي بتبقى في البدايه. وطبعا النقاط اللي حضرتك قلتها انا بعرفها في الخروف او في الاضحيه ده مجرد النظر، بمجرد النظر وهو واقف كده وانا داخل بالشريه ببقى بيبان عليه تمام. صحته جيده، واقف وقفه متينه، عينيه ما فيهاش حاجه، ما فيش افرازات من الانف زي ما الدكتور سعيد، الصوف بتاع الفروه بتاعته ما يطلعش بسهوله في ايدي، يعني كل الحاجات ديت اخد بالي منها. تاني حاجه حضرتك عمليه الغش، ان في بعض الباعة الغشاشين ان هم بياكلوا الخروف مثلا ملح او وجبه فيها ملح بحيث ان هو ايه يشرب ميه كتير والخروف بيتقل في الوزن. احنا لينا برضو طريقه ان احنا نكشف على الموضوع ده، ان احنا نيجي في منطقه البطن ونعمل ضغط بايدينا. الضغط ده بايدينا لو هو مغشوش، يعني لو شارب ميه كتير، هيبتدي يحصل اخراج لهذه مثلا سوائل من الخلف. ده نقول ده مغشوش، ده ما نشتروش، نبعد عنه. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو ان احنا برضو نشوف اللي هي بتاعته، هل في اسهال، ما فيش اسهال، كل الحاجات دي ايه، اللمس بالايدين برضو على منطقه الرقبه، هل في خراريج، هل في دمامل، هل في يعني بعض الامراض زي مثلا الجرف، كل الحاجات دي كلها بمجرد النظر. في حاجات تانية برضو احنا برضو المفروض احنا نشوفها بعد الذبح. اولا عمليه شراء الخروف، لو احنا هنشتريه لازم نعرف لو انا هاخده يقعد في البيت عندي، احنا طبعا لسه قدامنا ايام على العيد، عشان يقعد عندي لازم اسال اللي انا الشخص اللي انا اشتريته منه او صاحب المزرعه اللي انا اشتريتها منها الخروف، ايه نوع الاكل اللي بيقدمه للخروف. بياكل مثلا علف اخضر، بيقدم مركزات، عشان انا اخد الخروف واقعده عندي في بيتي وابتدي اغير العليقه بتاعته اللي هو بياكلها في المزرعه او المتعود عليها، في الحاله دي ممكن يخش في مرحله من مراحل التسمم. يا التسمم، تسمم مجرد تغيير العليقه بتاعته، تغيير العليقه بيؤدي على طول للتسمم الدموي، التسمم المعوي اللي هو برضو عباره عن بيصحب بيكون في اسهالات وفي بتاع وفي حمى. حتى بيقول لك الخروف انا اشتريته بيخس، ما هو بيخس ليه؟ لانك انت غيرت العليقه اللي هو متعود عليها. دي حاجه. الحاجه الثانيه الخروف لما بيجي ويقعد في مكان غريب، هو مش في عليقه معينه المفروض معروفه هو طبعا بالنسبه للخروف، هو طبعا الخروف بياخد يا عليقه خضراء ومركزات. الاكل ده متعرف عليه، انما انت عشان تجيبه وتغير له العليقه ممكن يحصل هذا النوع من التسمم المعوي. في الحاله دي لازم تشتري نفس الاكل اللي موجود في المزرعه او من المكان اللي انت الموثوق فيه، اللي انا بقول الموثوق فيه نفس الاكل يعني. طيب انا هذبح في البيت ولا هذبح في المجازر الحكوميه؟ لا، المجازر الحكوميه في حاله تاهب شديد على اساس تستقبل جميع انواع المذبوحات، واعتقد الذبح مجانا كمان، والسعر مفيش. في الحاله دي انا مثلا انا واثق في الجزار اللي انا بروح له، هات الجزار بتاعك وروح بالمسلخ او المجزر. هيبقى في اشراف كامل من الاطباء البيطريين الموجودين في المجزر، بحيث ان انت بتاخد حاجه لحمه سليمه امنه، تبقى مستريح تاكل. معكش جزار، الجزارين الموجودين في المجزر الحكومي بالاضافه للاطباء البيطريين بالفحص. طيب انا مثلا مش هروح المجزر، احنا على اساس ان احنا بنذبح في البيوت، معظم الناس بيذبحوا، واحنا ما بنقولش يعني مش عاوزين ننادي بكده يعني، طبعا لا، انما في يعني لو علشان حتى التلوث البيئي اللي احنا بنشوفها في الشوارع بالزبط. والجلود بتاعه الاضاحي اللي موجوده يعني منظر برضو طبعًا مش حلو طبعا يعني. انا ما انا عشان خاطر انا اذبح في بيتي لازم برضو انا اديله برضو شويه معلومات تمام، ان هي تفيد المواطن او اللي بياكل اللحوم. اولا طبعا بعد الذبح مباشره بيبتدي طبعا عمليه الذبح اللي هو الذبح الشرعي، اللي هو لازم الواردين الوادجي والتركيه والمريء بيتقطعوا.
بنسيب الحيوان لغايه ما يبقى صفي الدم. بيصفي الدم، وبعد كده بيبتدي يتعلق من اعلى لاسفل، يبتدي عمليه ايه السرخ عشان ما يحصلش تلوث للذبيحه. بنفتح بنطلع كل الكرش في مكان بعيد، نبتدي نشيل كل الجلد، نبتدي نشوف الذبيحه، نشوف اللحم بتاعنا. اللحم بتاعنا المفروض الصحي او السليم. طبعا اللحم الطبيعي اللي هو الاحمر الارجواني الفاتح دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا نبص على الكبده، الرئه خاليه من الدمامل اللي بنقول على الخراريج يعني، وتكون خاليه من اللي هي طفيلات الحويصلات. كشفنا على القلب برضو نفس الموضوع، كل حاجه تمام في الحاله دي. ايه الحاجات دي تتركن على جنب. ما لازم يبقى في فصل تام بين اللحوم وبين الاحشاء. عمليه تنظيف بقى، الناس اللي هم بيحبوا ياكلوا الكرشه والكلام ده، الاحشاء او مكونات الكرش لازم تتفضى في مكان. احنا ما ناخدش الحاجات المكونات دي ونرمي في الصرف بتاعنا، وده بيؤدي الى مشاكل في الصرف الصحي. لا طبعا. انت عندك اكياس فضي فيها كل هذه المخلفات واربطها وارميها في المكان المخصص لايه لتجميع المخلفات. لانك انت عشان خاطر تخلط المخلفات المنزليه مع الحاجات دي طبعا بتعمل ريحه طبعا كريهه. طبعا. بعد كده انا ذبحت تمام وسلخت، ازاي هل يفضل انه يعني بيقولوا انه يعني انت ما اللحمه بعد يعني عمليه الذبح يفضل انك انت ما تسلقهاش وتاكل منها على طول، يعني تسيبها فتره طبعًا. ايه الهدف من ده؟ هقول لحضرتك او انا اتعامل معاها ازاي؟ يعني انا طبعًا. انا ذبحت اتعامل ازاي مع اللحوم؟ تمام اتفضل. عمليه بعد الذبح على طول احنا بنسيب الذبيحه في مكان طبعا نظيف، في هواء، في تيار هواء كويس. ليه بقى بنسيبها؟ عشان خاطر يحصل تشمع للحم. يعني ايه تشمع للحم؟ طبعا اللحمه في الحيوان الحي بتبقى يعني نقول متعادله او قريبه من القلوي. بعد الذبح بنسيبها يحصل تشمع للحوم. تشمع اللحوم يعني الوسط بتاع اللحوم بيبقى وسط حامضي. الوسط الحامضي ده ليه فايدتين. اولا بيحافظ لنا على اللحمه من ان هو يحصل تكاثر للميكروبات اللي هي بتبقى موجوده كنورمال موجوده في اللحم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيساعد على الطراوه بتاعه اللحم وجوده، يعني بيساعد عامه في هل ليه علاقه بالطعم؟ الجوده ليه علاقه بالطعم الجوده بتاعه اللي هو لا الطعم النعومه، يعني النعومه والطراوه بتاعه يعني اللحمه تبقى طريه كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه بعد كده نبتدي نقطعها قطع صغيره ونحطها في اكياس ونحطها في التبريد. ما ناخدش اللحمه ونحطها في التجميد، لا التبريد. التبريد ده برضو في درجه حراره، يعني انا اقطعها واحطها في اكياس واحطها في التبريد، ولا احطها في التبريد من غير ما احطها في اكياس؟ ما هو لو احنا ما توفرش عندنا مكان يعني نسيبها بس تتهوى كده في الجو لمده قد ايه؟ يعني ساعه ساعتين. بعد كده نبتدي طبعا بتتقطع الى قطع صغيره وبتحطها في اكياس وتبتدي تحطها في التبريد. تقعد لها ساعتين، ثلاث ساعات، اربع ساعات. وبعد كده تنقلها تحطها في الثلاجه بتاعتك كوجبات، بحيث ان تبقى الاكياس بعد كده فيها في التجميد فراغات. بقى في التجميد بحيث تبقى الاكياس طبعا تبقى فيها فراغات عشان يبقى يسمح اللي هي دايرة او الدورة بتاعت الهواء بتاعت التجميد ان هي تتغلل بين الاكياس. بس ايه الحكمة ان انا احطها في التبريد الاول وبعدين احطها في التجميد؟ لانه برضو المفهوم ده ممكن يعني مش المواطنين ما بيطبقهوش، يعني ممكن ياخد اللحم على طول هو بيستخدم اللي هو هيستخدمه والباقي بيجمده على طول يحطه في الفريزر. اولا حضرتك اللحمة هي بتبقى دافية شوية، عشان كده احنا بنقول نحطها في التبريد. ليه؟ عشان اللحمة لما تتبرد لدرجة توصل لدرجة حرارة اللي هو التبريد اللي هي 4 درجات مئوية، هذه الدرجة بتمنع نشاط البكتيريا، بتوقف البكتيريا. طبعا بتبقى اللحوم فيها بكتيريا، بكتيريا طبعا ما هي موجودة في حضرتك، يعني بيوقف النشاط. دي حاجة. الحاجة التانية لو أنا أخدت اللحمة دي وهي دافية وحطيتها في التجميد على طول، بتلاقي فيه جزء سخن، يعني اللي فوق مثلا الأكياس اللي فوق هتبقى فيه تبريد عليها، اللي في الوسط
هتلاقي لسه دافية، ممكن يسمح لنمو بعض الميكروبات اللي هي ممكن تؤدي لنا لبعض كده لفساد اللحوم. ودي في مشكلة كتير برضو ساعات بتقابلنا احنا في المعمل، يجي يقولك انا ذبحت الخروف بتاعي وحطيته في التلاجة، بعد يومين ثلاثة حبيت أنا أطلع كيس لقيت اللحمة باظت، لا اللحمة بايظة. إيه السبب؟ قلت له أنت حطيتها في التبريد، قال لي لا ده أنا خدتها وحطيتها في التجميد. قلت له لا لازم تحط في التبريد الأول عشان تبقى كلها مبردة، ولما نيجي نحطها في التجميد عملية التجميد لما يوصل لكل الكيس مكونات الكيس بيبقى أسرع من ما تحط حاجة سخنة، وبعد كده اللي فوق بيبقى هو اللي بياخد التبريد واللي في الوسط ما بيوصلوش التبريد كافي. والتبريد حضرتك قلت يعني في حدود 3-4 ساعات ممكن 3 أو 4 يوم ساعات. مثلا يعني بالكتير 3-4 ساعات أو يعني يوم يعني محدش عاده يوم بس يعني ممكن بس يا دكتور سعيد مفيش حد يعني كله على طول مجرد ما بيذبح بيقطع وبيأكل على طول من نفس الذبيحة؟ والله هو برضه هيبقى الطعم لحظتها يعني، يعني هو حضرتك يعني هو لو قارن اللحمة وهي سخنة وتطبخ ويطبخ اللحمه اللي هي بعد التبريد هي اللي هيحس ان في فرق. لكن مفيش اضرار صحيه؟ لا 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 مفيش اضرار انه اللحمه وهي سخنه فعلا انا على طول لا يعني لا لا. ست البيت تطبخها والناس تعمل فته بقى الصبح وتاكل لا لا لا, 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 لا مفيش اي اضرار يعني من الناحيه الصحيه مفيش اضرار. لا لا مفيش اي مشاكل، لكن حضرتك بتتكلم على الطعم. بنتكلم على الحفظ كمان ليها مستقبل لانها تقعد معانا فتره، لان عندنا كميه كبيره هتقعد معانا فتره. لا انا بتكلم على الطهي. لا مش هتأثر الطهي، ما لا مش هيبقى فيه تأثير على لأن الناس كل الناس بتعمل كده يعني بالذات اللي بيذبح بيطلع ويقول لك خلاص معظمنا كده والصبح يعني. والفتة بقى بتشتغل طيب نصيحة بقى للناس يعني الاعتدال في الأكل طبعا مفروض يعني ما انتقلش في اللحوم في عيد الأضحى، يعني حاجة تقول للناس إيه يعني؟ والله هو طبعا الاعتدال كويس عامة وخاصة الناس اللي عندهم مثلا نقرس، يعني ياريت يخففوا شويه ما نقولهمش امنعوا اللحوم، لا خدوا يعني قطعه من اللحم 100 جرام يعني مش 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 هتاثر، انما ما نقعدش نستهلك لحوم كتير. دي حاجه. في نصيحه تانية برضو عايز اقدمها، ان انت اختار المكان الموثوق اللي انت تشتري منه. الحاجه الثانيه عمليه ان احنا الذبح في المنزل استخدم ادوات نظيفه، السكاكين من نوع من الفولاذ اللي هو الذي لا يصدأ والحاد، عشان عملية الذبح كمان يعني ما يبقاش فيه حيوان بيتذبح قصاد حيوان طبعا آخر طبعا ده يبقى ليه بس الجزارين بيعملوا كده يا دكتور سيد. والله هو حاجات سيئة بيها يعني يبقى المكان الموثوق فيه. على فكرة ده بيأثر أعتقد على طعم اللحمة طبعا، لان الحيوان لما بيشوف حيوان تاني بيدبح بيفرز تقريبا هرمونات معينه او بيحصل افرازات كيماويه معينه داخل جسمه وممكن تاثر على طعم اللحم. بالظبط الكلام ده صح طبعا اكيد والخوف بتاع الحيوان هو بيدبح والقلق ده طبعا اكيد ما بيحصلش اللي هو الادماء الكويس او النزيف الكويس، بتلاقي فيه اللحمه فيها لحمه ممكن ياثر بعد كده على الجوده بتاعه اللحم ويبقى اللحمه دي سهله وسريعه الفساد. الحاجات الثانيه برضو عمليه التبريد مهمه جدا، ما ندخلش التجميد على طول. عمليه غسل الحاجات الكرشه والحاجات دي تكون بعيده عن اللحوم طبعًا. يعني ده في مكان وده في مكان. ايه تاني برضه ويتم التخلص طبعا من الاحشاء والمخلفات والكلام ده بطريقه في طبعا في الاماكن المخصصه يعني. بالظبط احنا للاسف الشديد برضه للاسف يعني المنظر ده بنشوفه في اول يوم العيد، يعني كل الناس بتذبح وبترمي المخلفات وجلود الاضاحي في الشارع وبيحصل تلوث بيئي خطير جدا. تمام. وطبعا يعني ده مش ما ينفعش يعني ده ما ينفعش. احنا عندنا طبعا المجازر مفتوحه ومفتوحه في العيد ومجانا ومتوفره وزي ما قال الدكتور سعيد لو انت مش واثق في الجزار اللي هيذبح لك وانت عندك جزار تبعك خده وروح المجزر. تمام. وحتى لو انت اضطريت انك تذبح يعني خلي بقى اذبح في محل جزاره يعني. تمام. افضل برضو يكون عنده خبره وفاهم وازاي ان هو التخلص من المخلفات بتاعه الذبيحه ده مهم قوي. تمام. جدا مهم جدا طبعا عشان نحافظ على الاقل على البيئه بتاعتنا من التلوث، لان طبعا رامي الحاجات دي هيبقى فيه ذباب كتير طبعًا ده تلوث للبيئه عامه. ايه اكثر القطع اللي حضرتك بتفضلها في الخروف يعني؟
والله بص كل واحد بيبقى ليه يعني. لا انا بكلم حضرتك انت بصفه شخصيه يعني هو احنا ذبحنا خروف، حضرتك تحب تاكل منين يعني؟ والله انا بحب القطعه اللي هي بتبقى تحت بنقول عليها الجزء الفليتو اللي تحت ده، اللي هي بتبقى طريه او اللحمه اللي هي ما بقاش فيها يعني، انت عارف الحيوان بيبقى من الحركه وبتاع، في اماكن بيبقى فيه العضلات بتبقى فيها شديده، الالياف بتاعتها بتبقى قويه، وفي الياف وفي عضلات ما بتبقاش يعني ما توصلهاش، اللي هي بتبقى الحته الناعمه اللي هي القطعه اللي هي العرق اللي هو الفليتو ده اللي هو اللي تحت اللي هو منطقه السكره اللي هو الظهر. يعني الجزء اللي تحت السلسله بتاعت الظهر بتاعت الظهر في حته بتبقى حته لحمه، دي اللي انا بحبها وبفضلها يعني. انما بقيت الاجزاء كويسه جدا. بقيت الاجزاء كويسه، اللحمه جميله يعني. طبعا احنا طبعا نتمنى انه ان شاء الله يعدي العيد على خير، والناس كلها تستمتع بالعيد وإن شاء الله مصر كلها تكون سعيدة، ولكن برضو نتبع زي ما قال الدكتور سعيد الإجراءات الاحترازية، ده مهم جدا، لأن طبعا العيد معناه في تجمعات، في يعني تظاهر، في كذا، ناخد بالنا كويس قوي يعني، نهتم أو نتبع الإجراءات الاحترازية. في نهاية هذه الفقرة أعزائي المشاهدين، لا يسعني أن نتقدم بجزيل الشكر الأستاذ الدكتور سعيد كمال، أستاذ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية. بشكرك جدا دكتور سعيد على هذا اللقاء. أشكرك. الشكر أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.